السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء. نسأل الله أن تكونوا بخير ونتمنى لكم مشاهدة طيبة. والآن مع التفاصيل. مسلسل الحفرة انضمام الممثلة شناي جورلار بدور مليحة. عشيقة إدريس كوشوفالي. يحظى مسلسل الحفرة بشهرة كبيرة وواسعة في تركيا منذ إطلاقه الموسم الماضي، بل وتعدى ذلك بشهرته الواسعة عربيا حتى الآن، والذي يذاع كل يوم اثنين في تمام الساعة 8 مساء في تركيا على قناة شو تي في، ويترجم من قبل موقع قصة عشق لا شيء يعلو على الحفرة، حيث أن مسلسل الحفرة يتربع على عرش مسلسلات يوم الاثنين ويتصدر نسبة المشاهدة بجميع الفئات. الممثلة شناي جورلار ستقوم بدور مليحة، ونتنقل فلاش باك إلى ماضي مليحة وإدريس لنعرف ما حدث في الماضي ولماذا اعتقد إدريس كوشوفالي بأنها ماتت عندما أطلق عليها النار، وكان الظهور الأول لها في مسلسل الحفرة في الحلقة 40، الحلقة 7 من الموسم الثاني، وإن حصرت مشاهدها فقط مع سليمة كوشوفالي. والجدير بالذكر أنها قد شاركت من قبل في مسلسل في الداخل الذي كان من بطولة شاتاين أو سوي وآراس بولوت الذي يقوم بدور ياماشن، وأيضا كانت زوجة الممثل التركي إركان كيسال الذي يقوم بدور إدريس كوشوفالي في نفس المسلسل. وبظهورها في مسلسل الحفرة ستحدث تطورات مفاجئة، ولكن ما هو حقيقة دورها في مسلسل الحفرة؟ وهل هي زعيمة الحملان السوداء أو ما يعرف باسم الكاراكوزولار؟ يقال بأن الممثل أورهان أديب إرتورك سينضم إلى طاقم مسلسل الحفرة في حلقاته القادمة، ومن أعماله الفنية المميزة المسلسل الأسطوري وادي الذئاب، ومن أقواله الشهيرة: إن كنت أحمق لدرجة إنك لا تعرفني فهذا يعني إنك تستحق الموت. كما يقال أيضا انضمام الممثل كان يلدرم إلى طاقم مسلسل الحفرة، وسيجسد شخصية ياماني ساماتي. وبالنسبة للدور الذي سيلعبه في المسلسل، هو يامان هو ولد أحد الذي قتلهم فارتولو. عائلة ساماتلي ستعود للحفرة، وسيكون هناك نقطة اتفاق مع عصابة الكاراكوزولار ضد عائلة كوشوفالي. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. نتمنى من الله إن ينال الفيديو أعجابكم، ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله، ونسأل الله أن تكونوا بخير. إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.